فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد في بعض المساجد بالإضافة إلى مكبرات الصوت يوجد جهاز يسمى جهاز الصدى، ولكن أئمة المساجد يختلفون في ضبطهم لهذا الجهاز، فبعضهم يزيد في تكرير الحرف من الآية إلى مرتين فأكثر، ويتضح ذلك أكثر في حرفي السين والصاد، وبعضهم الآخر يجعل الجهاز يضخم بدون ترديد، فلا يؤثر هذا على القراءة للقرآن الكريم، فما حكم وضع الصنف الأول الذي يردد بكثرة، وما توجيهاتكم لمن يفعلونه، علما أن الصنف الثاني لا يكون فيه تكرار للأحرف، وجزاكم الله خيرا. أما الصنف الأول الذي يكون فيه تكرار الحرف فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى زيادة الحروف في كلام الله عز وجل. وأما الثاني الذي ليس فيه إلا تكريم الصوت فينظر، إن كان هذا أدعى للخشوع فلا بأس، وإلا فتركه أولى، لأن كون الناس يسمعون القرآن بدون واسطة في الغالب أخشع، وإذا اعتاد الإنسان أنه لا يخشع إلا إذا سمع القرآن عبر هذا الصوت صار إذا قرأ القرآن وحده لا يحصل له الخشوع. وعلى هذا فتركه أولى في كل الحالين، لكن الحالة التي تؤدي إلى تكرار الحروف يكون فيها حرام، لأنه لا يحل للإنسان أن يزيد في كلام الله تعالى ما ليس منه. نعم.